نحن بصدد القيام بضبط استعمال العقار بكل مكوناته، إن كان عقارا سياحيا أو عقارا فلاحيا أو عقارا صناعيا، ونحن بصدد استرجاع كل العقارات التي منحت ولم تستغل إلى الحين أو التي منحت بطرائق غير قانونية. وبالتالي فإن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين، وحان الوقت لمنح الأرض الفلاحية لمن يخدمها.